يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيضا مثلا ما كانت شوية مقيا غريف البحر خضرت كان القوة يجيم تم قراءة مزمرة للعبد سيدي الحساب القوة سيدي ربي ديوت الحاجة تمش تحفة غير سيدي ربي سبحانه وتعالى لقوان سيدي سلطة في عبد دي سبريا للعبد الخام. ولكن اسخريتي تسيد ربي غير العبديش باش هذه تشرب حيس يروح دا ذي عوم روح دا ذي أجي صقد روح دا ذي الحفلات. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قرد قواريس، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وطر الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويقرد سبحانه وتعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا كلام قوين اللي عندك اسمرا اسخرت سيدي ربي المنفعة العبديس يقرد قويس وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كرق قوين اللي عندك الكون مرة اسخرت إلى عبديس بلين أذي انتفع ذيكس بلين بالنعمة كان النعمة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إلى عبديس باش هذي تنعم داخلك. ولكن أيث مثلا النعمة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى صغيمة النعمة مدام العبديس ذي الطعين سيقل لهم خطر سيدي ربي قويس عزيز للحديث القدس يوم في ذي قرن عبدي خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا يشغلك ما خلقته لك عما أنت له. ندخل قاضي كل شيء مرة نقود البحار ذي النية التجرى الفكية خرقويني اللي مرة ذي النية عميد فيك مرة خلقه كتين إفتشيني على عبدي وباشا تصنع عمد ذاقي يريد ولكن إفتشيني خلقه كدين كيني باشا ذي تعبد أكيان إنك ولكن غور كاتن شغار ذي النية عمان قويني إكدفك أكشغر في اللي غادي يتشوف مكيني إذن يتمثل النعمة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى صغيمة النعمة يتنعمي ست العبديس ما دامي لن طائعا ما دامي لن مؤمنا ما دامي لن مطيعا لربه ما دامي يضوع سيدي ربي مثل دقيقا أذي تنعم ذي النعمة يسمر ذي مستحطة المسابقة ويني لن جيني ويني لن دي القانة ذي الحارة مكالن ألن شوي. ولكن أسمين أريد غال عبديس أسمين أريد فغي فردان سمريت عدي الحدود ونو قاذي مثلا بلينا قلار ذي الوقت مينا قال لانت عايشة سان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ماشي الحاجة قوارا في الناس أدي صلة كرين لاند النعم ينسمرنا تدي صلة ذو غالت النقم أدي صلة يبحار دين غيغة في عباده ذين تسوالي ماشي قدر عندي جنوب شرق آسيا فغني الحدود سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكني نغيد في لسن يبحار يفوكيث المرة حاشا قاذي رحمه الله سبحانه وتعالى مفكت سيدي ربي لهوا ما تسدر من خامنة ذي ليت الانجرافات ماذا قلنا مفكت ربي نطيج أذي لين الجفاف ماذا قلنا اسكنت سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي الفاكية ينس ذي الخير ينسس ذي نوم ذي ذرز كلا ذي نغا ذي ضاح أمد الفاكية هنما أكو أين ذي فكا كمان إذن أي مثل ماذا قلنا يعجبتي العبد ذي يعيش بخير أذي تنعم ذي الدنيا ذي القويني إذي فكا سيدي ربي سبحانه وتعالى أذي تنعم بكس ما عنده غير هذه تبع بريد سيدي ربي هذه ضوع سيدي ربي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى هذا شيء سجوم ذي النعم كان إذن سيدي قرن وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن ماذا قال إذا إنسان يكفر ماذا قال إنسان يطغى ماذا قال إنسان يفضل الحدود سيدي ربي ولا مكان غير يعيش داخل النعم سيدي ربي غادي يعيش بخير المحاي النعم سمرنا ست ديار النقمة هذه تشي الماكلة غادي تهيك البحر غادي أليس غرق ذي عباد الحوت يتصفر بالركان لا ستني غاشيون لا تصفر لا ستني غاشيون ألا أجم بغرا لا غرقا ولاش دشون أنظر على خطر أنشتقي مرة أكو سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ورضى الله ما لا يعبديش يقرد ولا يظلم ربك أحدا. الإنسان
أين يخدم يزيد فلاش ماذا قال الذين العالي غادي يزيد فلاش ماذا قال الذين خدمين العين الدين غادي يزيد فلاش من عامل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعالي سيدة ربهم ويظلم مرة ولا يظلم ربك أحد كان يتمثل أغجع يا ربهم ويذهك وضع عن سيدة ربهم ويذهك كتب عن سيدة ربهم أغد يا ربي غلو بريفيس رد جميلا أغد يا ربي أغد يا سيدة ربي إن شاء الله رطع عينس رد جميلا وأغد يا ذي النعم سيدة نعيم مدى من الله على قيد الحياة وذا غيوين غر الرحمين غل جنتيس أسمين ذا غيوين كان يتمثل أغجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.